افتتح سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية السيد جميل بن محمد علي حميدان معرض التوظيف في قطاع الضيافة والسياحة، والذي تنظمه الوزارة على مدار يومين بمشاركة 35 منشأة عاملة في قطاع الضيافة والسياحة، طرحت أكثر من 1000 وظيفة للراغبين في العمل. وظائف متنوعة ومهن إدارية تصل إلى أكثر من 1000 وظيفة طرحت في معرض التوظيف في قطاع الضيافة والسياحة على مدار يومين بمشاركة 35 منشأة عاملة في قطاع الضيافة والسياحة. اليوم نفتتح معرض الضيافة والفندقة والسياحة لمحاولة جذب الشباب وتعريفهم بفرص العمل المتاحة في هذا القطاع الحيوي في مملكة البحرين. اليوم الزائرين من باحثين عن عمل سيكتشفون مدى تنوع ومدى فائدة الفرص المتاحة للتوظيف والتدريب. قطاع الضيافة قطاع واعد جدا وينتظر أن يقبل عليه الشباب ويتعرفوا على مجالاته وآفاقه ويبنوا مستقبلهم في مهن واعدة وجيدة في سوق العمل. اليوم شفنا معرض ناجح بكل المقاييس، مختلف مؤسسات قطاع السياحة من فندقة وكالات سفر وغيرها عارضين وظائف صراحة لها أجور عالية. احنا ننسق مع وزارة العمل، وفي هذه المناسبة نشكر سعادة الوزير العمل ووزارة العمل على كل ما قوم به من جهود كبيرة. احنا أيضا في هيئة البحرين السياحة والمعارض أطلقنا كلية فتل فرنسية، وهي تأهل الشاب البحريني أن يكون أكاديميا جاهز لوظائف عليا في قطاع الفندقة. واليوم بعد شفنا فرص عمل في المطاعم وفي الفنادق، وهذه طبعا نتمنى المزيد من هذه المعارض. هذا المعرض لأول مرة في تخصص الضيافة والفندقة، وأنا أعتبر هذا القطاع قطاع واعد ومتنامي، ويمكن أكثر القطاعات اللي فيها شواغر يعني دخول. هذا المعرض يضم مخزونا وظيفيا يحوي العشرات من المسميات الوظيفية لمختلف التخصصات الإدارية والمالية والفنية والتموين والنقل والخدمات وغيرها، وبأجور مناسبة للباحثين عن العمل. مجلس التنمية الاقتصادية هو الجهة المسؤولة عن استقطاب الاستثمارات إلى مملكة البحرين للمساهمة في خلق وظائف للبحرينيين. فعلى هذا الأساس احنا شاركنا في هذا المعرض، معنا 5 شركات من الشركات اللي استقطبها المجلس، من ضمن 76 شركة نجح المجلس في استقطاب هذه الشركات خلال السنة هذه حتى التسعة شهور الأولى من السنة. شفنا المعرض عندنا في فنادق كثيرة، في تنوع في الوظائف الموجودة، معرض ممتاز يفتح مجالات إضافية كثيرة إلى الشباب بمختلف المؤهلات الدراسية اللي عندهم، وإن شاء الله يعني نتمنى أن نكون نحصل الوظيفة المناسبة للمؤهلات المناسبة اللي عندنا. يأتي تنظيم معارض التوظيف التخصصية لعرض فرص العمل المناسبة في منشآت القطاع الخاص للمواطنين، لتدعم جهود الوزارة في تسريع وتيرة إدماج الباحثين عن عمل في مختلف القطاعات الجاذبة عبر تحفيز أصحاب العمل لتقديم وظائف نوعية، كما أنها تعد مؤشرا على قدرة الاقتصاد الوطني على توليد وظائف ذات قيمة مضافة للمواطنين.